ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. هو مولد خير البرية نبي الأمة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي هذا اليوم المبارك يحتفل العراقيون بشكل عام والبغداديون بشكل خاص بمولده الشريف، كل حسب معتقده وأسلوبه. مئات البغداديين تجمهروا دون تفرقة طائفية في مدينة الأعظمية في بغداد. هذه ذكرى عظيمة على قلوب المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، ذكرى ولادة فخر الكائنات سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه ذكرى عظيمة اليوم، ونحن نرى جموع العراقيين على مختلف ألوانهم وأطيافهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، وهم يشاركون جميعا في ذكرى ولادة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. مباركات امتزجت بأمنيات ذات توجه مشترك، فالجميع يتمنى الصلاح للبلد، خصوصا وأن العراق مقبل على فترة حكم سياسي جديد تزامنا مع مولد النبي الأعظم محمد. أتمنى من عندهم أنه يتوافقون بهاي المرحلة الجاية، ويلتفتون للشعب العراقي، ويلتفتون لهواية أمور: التعليم، الصحة، الخدمات المجتمعية بالبلد. ونتمنى من هذه المناسبة السعيدة الحلوة المولود الرائع أن تصفى قلوب العراقيين، وحكام العراقيين أن يصافون ويصير أخوة وعزاء ومتبادلين محبة. نتمنى إن شاء الله محمد وآل محمد أنه ينتهي العراق ويصفى العراق، وشعبنا شعب حلو واعي وشعب متقدم وكافي بعد. أريد نشوف الخير، أريد نرتاح، أريد شوية نجر نفس، كافي مشاكل كافي. رسول الرحمة نبي الأمة كان أعظم آيات التسامح والإنسانية، فعلى هذا الأساس كان تجمهر البغداديين في مدينة الأعظمية، والذي لم يكن بلون أو طائفة محددة، إنما امتزج هذا الاحتفال بكل الطوائف والمذاهب الإسلامية. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.